المي هز الريح لو حرق قلبك نيران ناصح يا ألم راجي والغيم فوقك تيجان يا جد المي هز الريح لو حرق قلبك نيران ناصح يا ألم راجي والغيم فوقك تيجان فتحت سرورا كبير مساء للروح ونجوم بتطوي وبتفيض عالكل الدروب فتحت سرورا كبير مساء للروح ونجوم بتطوي وبتفيض عالكل الدروب والأرض بتدور على ترابا يا أمي صرت مسخنت لك الأكل أكثر من مرة، فقوم كلك لقمة الله يرضى عليك. يا ماما صدقيني مالي نفس حط بتمي ولا لقمة وحدة. بس هيك ما بيصير. خلص، شوي تاني بنزل وباكل. هلا بتشوفيها مناسبة انه وحدة بنت اصل مثلك تصير فاطمة ودكتور بجلالة قدري بيصير مثال غرام. ابي الله يرحمه كان يقول العاشق بتصحى عليه الحسنة. طب شو مخليكي متأكدة انه احمد عشقان لميا؟ وكمان المثل بيقول ثلاثة ما بيتخبوا، الحب والحبل وركوب الجمل. طب ليش انا ما شفت هالشيء؟ انت ما بتشوف يا حصرتي غير شيء برات السياسة. هلا انا ما بشوف؟ ما بتشوف، لو بتشوف كنت قلت لي فستانك جديد حلو. لا حول ولا قوة الا بالله. صدقيني يا مدام انت حلوة وفستانك حلو وكل شيء بتلبسيه حلو. اها يسلم هالتم. استنى شوي. مرحبا فهد. اهلين حكيمي. هلا كيف احمد؟ ماشي الحال، بس هالكم يوم مو عاجبني. ساعة بتشوفه مبسوط ضحكته رطل، ساعة بتحسه حامل هموم الدنيا. بسيطة بسيطة، منيح اللي شفتك. فيها رسالة كنت ببعث لها مع مصباح، بس تروح على البيت اعطيها. يا العين. الله معك. مع السلامة حكي. كتر خير عبدو افندي، طول عمره اصيل وصاحب نخوه، بس طالما انه الفرنساويه لسه ما تحركوا من طرطوس معناتها معنا وقت. مثل ما قال ابو فرد 112 راس مليه، يعني بيجيبوا له شي 30 باروده. كتر خير الله. المهم هلا انه نبعث الرد لمصطفى كمان. رح خبرهم لانه الجماعه مستعجلين. عود شوي يا فرد. مصطفى كمال بتحريره عم يقول بشكل صريح انه الضباط الاربعه يبقوا عنا، وأنا شفتهم أنهم أوادم وما بدر منهم أي شيء سيء، لذلك أفضل أنهم نقول لهم فحوى الجواب أحسن ما يتفاجئوا فينيك. ونعمل رأي يا شيخ. مصطفى كمال اشترط علينا أنه ما ندري حدا باللي صار بيناتنا، ونحن أخلينا بالشرط. منشان هيك لازم نفهمه ردنا منيح، لأنه بجوز إذا دريوا أنه نحن استشرنا حكومة الشام يرفضوا يبقوا عنا. أنا هيك كان رأيي بالأساس، فعلا بخاف يتفاجئوا بالجواب هنيك يوم يظنوا أنه استغفلناهم، ونحن هي مو من شيمنا. يا عبد الله. نعم يا شيخ. بعت ورا الجماعة. على راسي يا شيخ. مرحبا. اهلا
ليه؟ شو وين كنت غاطي؟ شفت الحكيم بالطريق وبعت لك معي هالمكتوب. دخيلك يا مو، فلفاني من شو؟ الحمد لله اللي في حدا بياكل بهالبيت. وانا كمان تلفان من الجوع يا مو. اسم الله حولك وحواليك. يوه شو صار لك؟ ما في شيء. سبحان مغير الاحوال. اي مو تكرمو على عيني. صحيح انت شو قصتك؟ ساعة بتنط وما بتحط وساعة بوزك شبر. لا تلوز، انا اخوك الكبير هون، جاوبني على سؤالي وين كنت غاطيت؟ شو فيه المكتوب اللي بعت لك يا الحكيم؟ ليك الوقاحة ليك، انا عم بسألك جاوبني على سؤالي. يا سيدي كنت مع حبيبة قلبي نورا. ولا مفكر انه ما حدا بيطلع له يحبه ويعشق غيرها؟ لا تؤاخذونا يا جماعة، نحن تأخرنا عليكم شوي لأنه تحرير زعيمكم مصطفى كمال باشا بمس أمور حساسة وكان لازم شاور الناس اللي بتهمنا. هذا طبيعي شيخ، المهم جواب حضراتكم يصل بالسرعة. ممكن أبو فرد نادي لاتكاني؟ يا ريت بلا، لأنه نحن رايدين نقلكم فحوى الجواب قبل ما نبعته. تشكر أدرين شيخ. بصراحة نحن شاورنا حكومة الشام، بس مصطفى كمال باشا طلب كتمان وعدم إعلام أي أطراف داخل بلاد أو خارج بلاد. نعرف هالشي ومنعرف أنه مصطفى كمال له رأيه ونحن بنحترم رأيه، بس بالنسبة إلنا وحدة بلادنا فوق أي اعتبار. شوف يا ابني، نحن ما عم نقاتل مشان نحرر مناطقنا وبس، نحن عم نقاتل مشان نحرر المشرق كله من المستعمرين الظلام. قلنا لكم فحوى الجواب لحتى إذا كنتوا حابين تبقوا عنا يا ميت أهلا وسهلا فيكم، وإذا حابين تروحوا وتشاوروا قيادتكم الله والنبي معكم. نحن منقدر مواقفكم ومنحترم جهادكم لتحرير بلادكم ورفع راية الإسلام، ومنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينصرنا جميعا على القوم الظالمين، والله على كل شيء قدير. أنا وزملائي نشكر عواطفكم الصادقة ونستأذن معالي. هذا شفرة من أجل سرية مراسلات بينكم وبين مصطفى كمال باشا، ومرسال كمان لازم يعرف كلمة سر. نستأذن معالي. خليكن عنا اليوم. تشكر دريم شيخ، نحن لازم نرجع بالسرعة القصوى. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله والنبي معكم، مع السلامة. يا ماما وين الجاكيت؟ صار جاهز؟ جاي يا امي جاي. يلا بسرعة شوي الله يخليكي. يو اسم الله على هالشبوبية. إلهي إلهي فرحني فيك أنت وأخوك عن قريب بجاه محمد الحبيب. آمين إن شاء الله. دينا يا ماما. الله يوفقك ويرزقك بنت الحلال يا رب. لا هي راشية وين بتكون؟ يعني وين بتصير؟ بعيدة عن الشام؟ لا مش بعيدة كتير، فشختين بس. ما عرفتنا على الاسم. محسوبك أنطون مخايل. أهلا وسهلا أنطون مخايل، محسوبك داهش. تشرفنا. طيب هاي مخايل فهمناها، الخيل أو التوب اللي بخايل، بس أنطون شو يعني؟ لا مخيل لأنه خيال ولا طوب بخايل. مخيل جاي من ميكائيل، وميكائيل هو رئيس الملائكة، أكيد سمعان فيه. آه يعني أنطون من الملائكة؟ في كم قديس اسمه أنطون. شو يعني قديس؟ يعني رجل صالح جاهه عند الله كبير. آه يعني ولي. اي نعم ولي. نيالك يا عمي، اسمك في رئيس الملائكة ومدري كمولي، شو بدك أحلى من هيك؟ أهلا يا خي إسماعيل. أهلين أنطون، هذا دهش لسانه ما بيفوت لحله، أكيد صرع راسك بالأسئلة. لا والله عسلامته. شرف حكيت له عنك للشيخ بده يشوفك. أهلين إسماعيل. أهلين دهش.
ما قلت لي؟ نعم. عجبتك روحة السينما؟ ايه حلوة. والفيلم كيف كان؟ فيلم جيد، كثير جيد. يعني إذا قلت لك هلا احكي لي الفيلم تفاصيله وأحداثه احكي لي إياها؟ والله يا حكيم أنا متذكر الفيلم، أما التفاصيل كلياتها لا ما بتذكرها. مالك متذكرها؟ يعني مو كله. بس بتعرف يعني مالك حقيقي أحمد. سارة خانة واشتنقت عليك. على شو اشتنقت؟ إنك كنت مندمج بالفيلم. تفضل أنتم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. الحقيقة الشيء اللي عملته أنت ورفقاتك براشية بدل على أصالة معدنكم العربي الكريم، لأنه محاولة اغتيال المندوب السامي الفرنساوي بيكو إلى دلالات مهمة كتير، أهم على الإطلاق أنه بتنسف مزاعم الفرنساويين، وأنا بعتقد أنه هني رح يتكتموا على الحكاية وما يكتبوا عنا بالجرائد لحتى ما ينقال أنه اللبنانيين كانوا ضدهم. ظنك محله يا شيخ، الشغل صار له شهر وما ذكرت ولا كلمة. يا ريتكم قتلتوه خلصتوا الدنيا من شره. هذا المسيو بيكو هو اللي أمر بترك وثائق القنصلية الفرنسية ببيروت لتقع بإيد المجرم جمال باشا السفاح ويشنق أحرار العرب. الله كريم خي إسماعيل، ما رح فيها هالمرة بروح فيها مرة تانية. أخ أنطون قلت إنه كنتوا خمسة، رفقاتك ليش ما إجوا معك؟ أنا تعرف علي ترجمان المندوب السامي لأنه من حارتنا، فإجوا عبيتنا وفتشوا علي. أما رفقاتي فما تعرف عليهم حدا. بصراحة أنا صممت إجي لهون لأنه ما إلي خلق على الحبس. هونيك ما بقى فيني أختار إلا واحد من اثنين، يا انحبس بالمحل متخبى فيه يا انحبس عند الفرنساوي. أهلا وسهلا فيك. الأخ إسماعيل قال لي إنك أستاذ مدرسة. إيه نعم، أنا مستعد أعلم الأولاد مثل ما قال خي إسماعيل، بس بشرط. يا سيدي كل شروطك مستجابة بإذن الله. إنه وقت الحرب بطلع معكم وبقوس. تكرم عينك، وقت الحرب بتطلع معنا وبتقوس. تفضل. أهلا وسهلا فيكم. تفضل. مساء الخير. خير شو في؟ وين كنت؟ شو فكرتيني عم روح على العشاء؟ كنت بمأمورية سرية. وهالمأمورية السرية ما فيها نسوان؟ أحيانا، بس هالمرة اجت ناشفة. ناشفة؟ لكن ليش ضليت تفتل شواربك ساعة؟ نهلة، بس انتهم بشي بساويها. شو يعني؟ يعني لا تفاجئي شي يوم إذا فقتي من النوم ولقيتيني متجوز. وحياتك على الغالي، لما بدك تتجوز رح أخطب لك بإيدي. إن شاء الله فرشتوا لنا الفرشة أنا وخي أنطون. فرشنا لكم ياهم على السطوح مثل ما طلبتوا. السطح أحلى نومة، منشم هوا طري ومنشوف وجه ربنا. يلا تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. وانت من أهله. السلام عليكم. أهلين داهيش. خير؟ ودي عند الشيخ والشيخ عاوزك. عن إذنكم. فارم عليكي هيك بتخليه يعرف ان الله حق. قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا ابني يا وديع. الله يسلمك يا شيخ. قالوا لي إنك كنت مريض، خير إن شاء الله؟ وديع لساته مريض يا شيخ، بس عنده أخبار ما بتأجل. خير يا ابني. يا شيخ، عبد الله أفندي رجع مرة تانية بعد ما راح من عنا أبو فرد، وقال إنه العسكر الفرنساوي طلع من طرطوس اليوم الصبح، هو بيعتقد إنه الحملة كتير كبيرة. يكتر خيرك أنت وعبد الله أفندي.
نحن بنعرف انه طول عمره هو وطني واصيل وغيور على بلده، بس بتقله بيوصيك عمك الشيخ انك ما تخاطر بحالك. ابو فرد، بتاخد ابن اخوك وديع، بتخليه يتعشى ويرتاح وبترجع لنا. عراسي، السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. مثل ما سمعتوا، الحملة الفرنساوية طلعت من طرطوس اليوم الصبح، معناتها نحن لازم نكون جاهزين بكرة الظهر على أبعد تقدير، وإلا بيطبوا علينا مثل القضاء المستعجل. يا أخي بصراحة أنا ما عم بفهم كيف بتعطي كلمة بدون ما تستشيرها. استنى شوي. صحيح أنا أخوك صغير، بس هذا ما بيعني إني ولد أو ما بيتاخد برأيي. طب أنت ما بدك تسمعني؟ وخصوصا إنه أنت سبق ووافقت على فكرتي. أنا وافقت على فكرتك لحتى سكتك، لأنه ما كان في احتمال ثاني. شو قصدك يعني؟ كنت عم تضحك علي. برضاي عليكم لا تتزاعلوا، أنتوا أخوات، الله يلعن أبو الدكاكين وساعته. شو نتزاعل يا مو؟ أنا مالي مستعد زعل أخي فهد مشان دكاكين الدنيا كلها. أنت بالأول اسمع فكرتي واعمل اللي بيريحك. طيب. هلا أنت السنة إن شاء الله بتاخذ البكالوريا. وعلى علمك المرحوم الوالد ما فنى عمره كلياته لحتى تصير وراق وتقعد بمكتبه وتبيع. بعدين المستعمر العثماني لما كان بالبلد اخذ كل الحرفيين الشاطرين على بلاده. ايه والله كلامك صحيح، ولو ما الله ستر كانوا اخذوا ابوك كمان. اذا بتنزل على السوق رح تلاقي انه البضاعه الاجنبيه معبيه البلد، واذا بدها تستمر الحال هيك سنه او سنتين ما بتعود تلاقي نول واحد بالشام، خصوصا انه البضاعه الاجنبيه نازيك ورخيصه كمان. لذلك أنا بشوف أنه تشغيل النول هو احترام للروح المرحوم وتقدير للمهنة اللي كان يشتغل فيها وخوف وحرص على مصلحة البلد. وصلتك فكرتي؟ الله يرحمه لأبوك. لشوي حسيت كأنه هو اللي عم يحكي. بظن أنه مو ناقصنا فشك يا أبو علي، ما هيك؟ خير الله وخيركم كتير يا شيخ. والتموين شو وضعه؟ كله تمام، بس الطحين بلش يقل. ليش ما استكملتوا الشيء الضروري قبل كم يوم يا أبو محمد؟ أنت كنت مشغول مع الضباط الأتراك، وأبو علي ما كان يقبل نعمل شيء بل ما يأخذ الإذن منك. بس طحين من أضر الضرورات، وأنا مفهمك يا أبو علي إنه بالمسائل الضرورية ما بدك إذن مني. أفرض الله يرضى عليك قبل ما تنام بتسير رجال يدبوا الصوت، نحن لازم نكون جاهزين قبل بكرة الظهر. عراسي تكلوا على الله. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع هالكم بيت من الشعر ما أظرفهم، طابقين على صاحبك أحمد تماما. كرمال الله حلي عنه لأحمد، رح تساوي مجنون لميا وكل القصة وما فيها شوية استلطاف. استلطاف؟ رح تخليني أقول عنك إنك قليل ملاحظة. ها صاحبك أحمد صار مجنون لميا وأنا متأكدة تماما من هالشي. أما أمرك عجيب، ممكن تفهميني شو اللي مخليكي متأكدة لهالدرجة؟ اللي شفته لما زرناه هون، وروحت أحمد اليوم الصبح ووقفته قدام باب بيت لميا. وشو عرفك إنه أحمد اليوم راح وقف قدام بيت لميا؟ اللي بيسمعك بيفكرك حاطة عليه جاسوس. لا لميا قالت لي. عجيب، إمتى لحقت قلك؟ لا عجيب ولا شيء، اليوم بالسينما. معقول بالسينما فتحتي معها هيك موضوع؟ إيه وشو فيها؟ لا أما أنتوا النسوان بتخوفوا. نحن ما منخوف غير الغشيم. اسمع هالكمبيت من الشعر، قالوا الشاعر نصيب عن وحدة كان يحبها ويوقف لها بالطريق مثل صاحبك أحمد. هاتي ليش؟ وقفت لها كيما تمر لعلني أخالصها التسليمة إن لم تسلمي، ولما رأتني والوشات تحدرت مدامعها خوفا ولم تتكلمي، مساكين أهل العشق ما كنت أشتري جميع حياتي العاشقين بدرهم. تعرفي؟ يعني أنا مهما عملت مو ممكن كافي أهلك. ليش يا ترى؟ إلى أنهم أعطوني كنز ما بتقدر بتمن. معناته الشمس رح تغيب عليهم بين الحمام والمرقب، والحمد لله هي المنطقة بيعرفوها رجالنا مثل راحة الكف. أفرد، بتفهم داهش يخبر جماعة الاستطلاع يبعتولنا الأخبار ساعة بساعة. بما أنه نحن اللي بدنا نهاجي، أنت نية إن شاء الله. أنتوا شو رأيكم؟
انا رايي نحاصرهم الليله من غير ما يحسوا، لما يطلع الضو نهجم عليهم على غفله. هذا رأي كويس يا ابو محمد، بس خلينا نشوف رأي افضل كمان. انا بشوف انه نعمل عكس اللي بتوقعه الفرنساوي. شو قصدك يا فرد؟ نهجم عليهم بالليل، خاصة انه الرجال بيعرفوا المنطقة منيح. هذا هو عين الصواب، بتخلي الرجال يتحضروا بس يجهزوا بتخبرني. وانت يا ابو علي بتفاهم جماعة التموين يسبقونا على المغارة اللي على مطل الحمام. اسماعيل روح مع ابو علي وامنوا بارودي لاخونا اللبناني. نحن وعدنا انه يقوس وما بجوز نخلف وعدنا. كتر خيرك يا شيخ، بده ينبسط كتير. خير الله يا ابني، الله معكم. شو في مالك عفانة؟ شو في؟ لا والله. ابنك الضابط المحترم عاطي الدكان لتحسين الولاد وما رضي يحكيلك. هلا يطول بالك خالص، اللهم صل على النبي، عندك صف دكاكين برا. واذا كان عندي صف دكاكين يعني؟ طول بالك خالص، شغله مو مستاهله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الله وبركاته. هي تحسين اجا. الصراحه يا خالي انا ما حبيت اعطيه المفتاح لتحسين امبارح مشان اروح لعندك وخبرك، احسن ما تدرى من الغريب وتاخذ على خاطرك. هلا بما انه تحسين هون وانت موجود رح اعطيه المفتاح قدامك. هيك كان. وشو رايك انت؟ لا تواخذني يا اخي، احمد هو رجال البيت وبوجوده انا مالي كلمه. زيح من وشي انت يا فهد. اعطيه المفتاح لاخوك تحسين. تفضل الشريك، هاي المفتاح. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. لعيونك ولعيون بلادنا يا شيخ، جيناك ونحن حاملين كفالنا بيدنا. بلد فيها هيك رجال بعمره لا بتنضام ولا بتشوف الزل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اليوم وصلتني رسالة من الأمير ناصر، عم ينوه فيها بالجهود المشكورة اللي بذلتها بلم العرايض. على الله يكون منا فايدة. يا سيدي إذا ما نفعت ما بتضر. خبرني إيش أخبار البلد؟ الصراحة يا إبراهيم بيك الناس متوغوشين من الشيء اللي عم بيصير، ورجعوا يحكوا باتفاقية سايكس بيكو وعد بلفور. وأنا كمان قلق، الشيء اللي عم بيصير ما بيطمن أبدا. لما اعترض الليمبي على حكومة المديرين أنا استغربت كتير وما فهمت مغزى اعتراض، لأنه النظام بيجبر المديرين أنه يتقيدوا بأوامره العسكرية، يعني مثل حكومة الركابي اللي كان هو رضيان عنه. بعد ما فكرت بهذا الاعتراض لقيت له دلالات كتير خطيرة. وإيش دلالاته يا ترى؟ أول دلالاته أنه الإنجليز ما بدهم يصيرلنا كيان نهائيا، وأخطر دلالاته أنه حكومتنا ما عم تقدر تتخلص من السيطرة الإنجليز عليها. إبراهيم بيك حيدر أفندي على الباب. خليه يتفضل، وإذا حدا سأل عني قل له مشغول. على راسي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الأخ حيدر من شبابنا بأنطاكيا. يا ميت أهلين وسهلين. الحاج نجيب اللي بعتك لعنده على البيت. والنعم، تشرفنا. كنت بتمنى أكون موجود لحتى أخدمك بنفسي. لا بصراحة شبابك كفوا ووفوا. تفضلوا ارتاحوا. تفضلوا. وإيش أخبار صبحي بيك؟ كويس الحمد لله. يا أخ حيدر شو اللي خلاك ترجع بها السرعة؟ جد شي؟ لا لا أحكي، الحاج نجيب من عظام الرقبة.
صار معك شيء بالتموين وانت راجع انطاكيا؟ لا الحمد لله، الموني وصلت لانطاكيا بامان. معناها اكيد نسيان شيء مهم لحتى صبحي بيك خلاك ترجع بهالسرعه. بصراحه انا ما حدا بعتني، انا اجيت لحالي. خير اخ هيدر. ابراهيم بيك في موضوع مهم لازم احكي معك فيه، هو محرج شوي بس السكوت عنه مثل الخيانه. في ناس من جماعتنا عم يقوموا بشغلات مو كويسه. مثل شو؟ عم ينهبوا الاهالي. شو هالحكي؟ هيك شغله اذا صارت عواقبها وخيمه كثير. مشان هيك انا اجيت لعندك ابراهيم بيك. طيب ليش ما رحت لعند صبحي بيك وخبرته بهالشي؟ لانه البكباشي عاصم بيك ابن خالد صبحي بيك له يد بهالشغله. ليش هالحكي؟ الصراحه شي ما بتصدق. اسمع يا حيدر، هذا حكي كلام كبير، اصحك يكون قيل عن قال. اذا كنت غلطان خليهم يقصوني. طيب رح ابعت مين يشوف ايش القصه. وانا ما بدي غير هالشي ابراهيم بيك، بس بتمنى انه ما حدا يعرف اني انا اللي نقلت لك الخبر، لانه هذا البكباشي ايده فاروطيه ممكن يودرني باي لحظه. بس اذا كلامك مو مزبوط ساعتها انا بودر حالي. كبيرة تركتهم من ساعتين عم يتغدوا وبلشوا ينصبوا الخيام. هذا الشيء اللي توقعناه. والكشافة؟ كشافة بمطارحهم. اسمعوا يا جماعة، نحن رح نضل هون لغياب الشمس. أبو علي. نعم يا شيخ. شو معك أكل وزعوا على الشباب؟ بأمرك يا شيخ. ايش رايك بهالشاب؟ ما بعرف ايش اقول لك، انا لسه من شوي تعرفت عليه. يعني ايش حسيته انت عم تسمعه؟ حسيته محروق قلبه من غيرته على بلده. وانا هيك حسيت. لازم نبعث حدا نفهم ايش القصه. لا لا ما راح اهرجك مع صبحي بيك، هالشغله بدها لعويد. معك حق، لعويد ما بخاف غير من ربه اللي خلقه. راح اكتب لك تحرير، بلكي تلحق تبعته اليوم على كبر تخريني. يلا لميا انا ماشي. شو لوين رايح؟ رايح لقوة رزقي في بيعة مستوية طبختها خالصة، ما بطول هلا برجع. توصي على شي؟ سلامتك. شو نسيت شي؟ لا بس شوفي مين اجانا ضيوف. مرحبا يا ميت. اهلين وسهلين سارة خانم. اهلا وسهلا. اهلين. ما قلت لك راح تنبسط كثير. يلا خاطركم. الله معك. شو بك؟ ليش دبلاني؟ لا مالي دبلاني ولا شي، بس ضجراني شوي. هكي ما في غير انا واخي عبدو بهالبيت، وشي بوشه على طول. بالماضي كنت اتسلى بقراية الروايات الرومانسية، بس من فترة ما عاد إلي خلق لها. لتكوني عشقانة؟ أنا من بعد عمر بشوف كل رجال تراب. والملازم أول أحمد. شو الملازم أول أحمد؟ مو هو شي، بس يعني كأني لاحظت إنه معجب فيكي. هذا الشي بخصه هو. طيب أنا هلأ عندي زيارة للسوق، طالما ضجراني وما عندك شيء، شو رأيك تجي معي؟ ايه بيجي معك، أنا كثير ضايق لي. رح ساوي لك فنجان قهوة لبين ما غير ثيابي، تفضل. هي الدوارة. داهش عم يقول إنه نزلوا الحمولة هون بالنص.
المفروض نلاقي خطة نحصل فيها على سلاح بدون ما نخسر حدا من رجالنا. أنا بشوف إنه نهاجمه من كل الجهات ونخلي جماعة من جماعتنا يغلوا لجوا يدوروا على سلاح. هاي خطة معقولة يا أبو علي، بس نحن بحاجة لوحدة أفضل. كأنه عندك حكي يا فرد. والله يا شيخ أنا رأيي إنه نقسم مجموعتين، مجموعة كبيرة تهاجم معسكر من فوق ومجموعة صغيرة تتسلل حتى توصل للمستودع من تحت. عفارم عليك يا فرد، هاي خطة معقولة كتير. معناتها أبو هايل وأبو علي وجماعتي بيهاجموا المعسكر من الشمال وأنت بتنسل مع جماعتك وبتاخدوا سلاح. انتبهوا وأوعكم تنكشفوا، لا توصوا إلا عند الضرورة. حدا عنده سؤال؟ يلا لكان نتكل على الله. يا رب. بس أنا هالحكي ما مشي علي. المهم شو الخلاصة؟ الخلاصة يا سيدي إنه صاحبك أحمد عجبه رغم كل الحكي اللي عم تقوله. طيب ممكن تقولي لي شو اللي بخليكي متأكدة لهالدرجة؟ أي ممكن، ليش لا؟ هذا يا سيدي أثناء الحديث قالت لي إنه أبوها رح ينزعج بقبره إذا عرف إنه هي رح تتزوج واحد من غير طائفتها. إيه وشو المعنى؟ المعنى إنه هي بينها وبين حالها عم تفكر تتزوج واحد من غير طائفتها، وإذا بتفكر منيح هالواحد ما ممكن يكون غير صاحبك. تعرفي هالقصة ما عم تروح من بالي، وكل ما فكرت فيها أكثر بتصير اهتمامي أكثر، حتى أني بلشت شوف فيها أبعاد رمزية كتير حلوة. الضابط أحمد يلي شارك بالثورة العربية بيرجع على الشام وبتجوز خطيبة الشهيد عمر حمد اللي شنقه السفاح رغم أنه هي ما هي من طائفته. يعني أحمد عم يكمل مشوار عمر. مو شايف الفكرة ظريفة كتير؟ اسمعي، بدي منك شي يوم تعزمي لمي على الغداء، بدي أحكي معها بهالموضوع. أنا كنت متأكدة إنك رح تقلي هالشي، لذلك عزمتها. إمتى عزمتيها؟ بكرة. لا، أنت رح تخليني بلش خاف منك عن جدة. يخاف؟ حدا ماسكك؟ خي إسماعيل، يا ترى ما فكرت تتجوز مرة تانية بعد ما ترملت؟ جرح كبير وبعده طري يا أنطون. بعدين ليش عم تسأل؟ لا سؤال هيك خطر عبالي. إسماعيل. خير محمد، شبك هيك ملخبط كيانا؟ في شاب جاي يقتلني. مين هو هذا الشاب؟ محمود الصالح، أخو ضاحي الشاب اللي قتلته بالغلط. يعني هو من جماعة أبو هايل؟ إيه من جماعة أبو هايل. لا تخاف، بالمعركة نحن رح نكون بجهة وهن بجهة، بعدين ما حدا ممكن يمس شعرة من شعرك طوال ما أنا طيل. أنت بس دلني عليه من بعيد لبعيد بدون ما يحس عليك. ماشي؟ ماشي. ودريت ان المسيو بيكو كان المفروض انه يقدر الامير وسام طراز رفيع لما اجتمع معه الشهر الماضي، لكنه باللحظه الاخيره غض نظر لانه الامير طالبه بالغاء اتفاقيه سايكس بيكو وبانشاء اداره وطنيه بالساحل. هالكلام صحيح، بس لازم ما ننسى انه بيكو واحد خطير. سنة 16 لما كان قنصل فرنسا ببيروت خبى وسائل قنصليته بالسفارة الأمريكية وسرب هالمعلومة للسفاح، فأمر السفاح باقتحام السفارة واستغل هالفرصة لشن الوطنيين العرب الأحرار. وبيكو عمل هالشي عامل متعمد لحتى يخلصوا هالوطنيين عن طريق جمال باشا بدون ما يوسخ الدين. بس يا حكيم، هالقصة ما عليها دليل. أنا عندي الدليل. لما اعتقلوا الشهيد عبد الكريم الخليل ورفقاته اجاني شاب وطني من لبنان بيشتغل بالقنصليه الفرنسيه ببيروت وقال لي انه وصلتهم برقيه من وزير الخارجيه الفرنسيه بالشيفره بتقول بالحرف الواحد الحركه الوطنيه العربيه انقلبت علينا، فدعموها علنا امام الاهالي لكسب تعاطفهم وسعوا لقتلها في السر. معناها شيء طبيعي انه ما يقلدوا الوسام للامير. عمرينه اللي بيسمعنا بيقول ما لنا هم غير انهم يقلدوا الامير الوسام او ما يقلدوه. يا سيدي عمرينهم وستين عمرينهم نقلدوه وما قلدوه. يا جماعه بظن انه ما بيصير يطلع خلقنا على بعض. لا تؤاخذني يا اخي احمد، بس شيء بيضيق الخلق. هو فعلا شيء بيضيق الخلق،
بتعرفوا شو قال لي واحد اليوم؟ قال نحن الضباط اللي كنا مشاركين بالثورة كنا عملاء للإنجليز بدون ما نحس، وما بقي إلا إنه يتهمني بالكفر والزندقة ومعاداة الإسلام. بقى شي بيقهر وبيضايق الخلق ولا لا؟ إيه بس هذا موضوع تاني، واللي قال لك هالشي غلطان ويكون مين من كان. في ناس عم تنغم على المشاعر الدينية لحتى يمرروا الشي اللي بدهن إياه. وإذا التحالف مع الغريب، الأتراك هن اللي تحالفوا مع الألمان قبل ما نتحالف نحن مع الفرنساويين والإنجليز. بس أنا ماني شايف إنكم مختلفين. مزبوط، بس كلام الأخ أحمد بيوحي إنه صدقني من ضيق خلقي يا أخي. يا جماعة، ما بيجوز نضل قاعدين عم نستنى نتيجة الجهود السياسية. السياسة لحالها بعمرها ما جابت استقلال. فعلا معك حق. هي اللجنة الأمريكية يلي علقنا عليها أمل. صلى راجع لبلاده مدي ولهلا لا حس ولا خبر. طيب شو منقدر نعمل وما عملناه؟ يا سيدي يا سيدي، نحن عم ننتظر مساعي السياسيين. تنفترض انه مساعي السياسيين فشلت، شو منعمل؟ ساعتها بيحكي البارود. ها هالحكي على راسي يسلم الدم. يا شباب، اذا فشلت السياسه الحجه الوحيده هي القوه، القوه وبس. على اذنكم انا صار لازم امشي. مع السلامه. الله معك. اسمحوا لي انا ماشي. الله معك. السلام. احمد شباب خير حبيبي؟ في شيء؟ لا ما في شيء. بس انت شباب. انا مزعوج، عندي حل قرار بالنسبه للبلد بشكل عام. ما في شيء مريح. أحمد، أنت مكانتك عندي كبيرة كتير. صحيح في فرق بالسن بيناتنا، بس أنا بعتبرك من أعز الأصدقاء. فشيل الحرج واعتبر حالك أنك عم تحكي مع أخوك، وقول اللي بقلبك. أنا يا حكيم، من وقت ما رحنا على بيت الأنسة لميا ما أدري شو اللي صار معي. أنت أكثر واحد بيعرفني، بتعرف أنه أنا من أصحاب هاي القصص السخيفة. بس يا غافل إلك الله، ما بعرف شو اللي صار. أنا كتير مزعوج، حاسس إني متضايق كتير. صدقني راح أطق. منيح اللي فشيت قلبك، بس إياك تفكر إنك أنت أول بني آدم بيصير معه هالشي. هذا شي طبيعي، كاز داير على كل الناس، واللي ما سبقك على هالطريق لاحق عليه. حكيم، أنا بعرف إنه أنت براسك هموم البلد كلياته وما لك فاضي هالسخافات، لا تأخذني. لوين يلا السلامي؟ تأخرت، صار لازم روح على البيت. شو بك مستعجل؟ ولا يعني بدك تحكي وما بدك تسمع؟ لا والله، صدقني يا حكيم مو هيك قصدي. لا، أنت وضعك مو طبيعي منو. واليوم أنا وسارة خانو كنا عم نحكي عن هالشي. شو بك يا أخي؟ شو ما حدا عايش غيره؟ ماشي حكيم، أنا صار لازم أمشي بالإذن. أحمد، بكرة سارة خانو معزلتك على غدا. خليها لغيري. بس في ناس بهمك أمرهم جايين على Thank you.
في واحد يوصل ربنا لأمريكا. عندي محمود بيوصل الحجر من جبل لجبل. أبو علي معنا شيخ يوصل رمانات لمحمود. حط لي شيخ. مساء الخير يا شبيك. أهلين حكيم، شرفت. تفضل ارتاح. خير؟ مالك بالعادة تشرفني على المكتب بالليل؟ امبارح المساء سمعت إنه الإنجليز رح ينسحبوا من بعض المناطق الساحلية اللي هن فيها للفرنساويين. يا ترى هالكلام له صحة؟ معنى هالشيء إنه الإنجليز والفرنساويين عم ينفذوا اتفاقية سايكس بيكو اللي عم ينكروا وجودها أصلاً. أي نعم. بفهم منك انه اللي بدار الاماره عندهم علم باللي عم يصير؟ انا خبرتهم. ايه وشو قالوا؟ ما قالوا شيء. الجماعه مشغولين بسفره امير لاوروبا. بس ما بيجوز نبقى متكتفين بينما الاجانب عم يقرروا مصير بلادنا، لانه الجهود السياسيه لحالها بعمرها ما جابت استقلال. انت بتعرف انه انا من انصار هالفكره من زمان، والاهم من هيك قدرت اقنع الامير انه المقاومه جزء اساسي من قوتنا اللي على الارض. لما انسحب هنانو من المؤتمر انزعج الأمير منه، وكان ناوي يعزله من منصب مكتوب جي حلب. بس أنا قدرت أقنع الأمير أنه المقاومة الوطنية هي اللي حتعزز مكانته على طاولة المفاوضات. لهيك سمحت لحالي أني اتصل بالمقاومة السرية وشجعها على أعمال المقاومة. بس التشجيع لحاله ما بيكفي. أنت بتعرف أنه مدينا الشيخ صالح العلي بالأسلحة، بس للأسف إمكانياتنا محدودة جداً، والباين انه الانجليز والفرنسيين حاسين بهالشيء، لذلك عم بيلوصوا كل ما طلبنا منه الاسلحه. مشكلتنا اننا مسبوقين دائما وخططنا مكشوفه. بس مع هيك اللي عم تعمله مهم كتير، لانه ما في قدامنا الا اننا نقلع شوكنا بايدنا. خلصنا هلا تولي بخير. الله يرحمه كلياتنا على هذا الطريق. انا زعلت على البنت الصغيره. شو ذنبها؟ ما شافت شي من الدنيا. ليش شو فيها هالدنيا شي شاف دخيلك؟
اصلا ارتاحي. الله يرحمهم كلنا على الطريق. نهلا حضر زوادي لاسماعيل، قدامه طريق طويل. ليش مسافر؟ الشيخ بعته مهمة لحلب. وأنا؟ شو نسيتني؟ آه صحيح. خلص ولا يهمك، أنا وعدتك ولساتني عند وعدي. عن إذنكم يا جماعة، في شغلة نسيت أقولها للشيخ. جبل ما يهز الريح لو حرق قلبك نيران ناصح يا هلم راجيح والغيم فوقك ديجان يا جبل ما يهز الريح لو حرق قلبك نيران ناصح يا هلم راجيح والغيم فوقك ديجان فتحت صدورك كبير ساعد الغروب ونجوم بتطوي وبتفيض عكل الدروب فتحت صدورك كبير ساعد الغروب ونجوم بتطوي وبتفيض عكل الدروب والأرض